عايز اخد رايك على حاجه الاول بما يخص منتخب مصر. عايز الاول اخد رايك في تعيين كابتن حسام حسن لمنتخب مصر، وشايف ده ممكن يعني يبقى مفيد ازاي الفتره اللي جايه. يعني انا شايف ان ده انسب وقت للكابتن حسام حسن. عندنا تجارب كتيره جدا مع المدربين الوطنيين، بخلاف طبعا الازمه الاقتصاديه والدولار اللي احنا بنتكلم عنها. انت مش حامل تجيب مدرب اجنبي، لكن في نفس الوقت لما نتكلم بالمنطق والعقل، لا انت محتاج مدرب مصري. تجربه الكابتن جوهر الله يرحمه نجحت مع المنتخب المصري. تجربه الكابتن حسن شحاته 2006 2008 2010 نجحت، وشفنا نجوم كتيره جدا شاركت في الست بطولات، بنيت تاريخ كبير جدا لمصر، بنيت شخصيه كبيره جدا لمصر في الثلاث بطولات دول. والامور تدهورت من بعد الكابتن حسن شحاته، لانك بتخش في تجارب مع مدربين كتيره جدا، فيهم اللي ممكن يضيف للمنتخب وفيهم اللي ما يضيفش، خصوصا روي فيتوريا اخر مدرب للمنتخب المصري. انا ما اعتقدش ان هو درب منتخب في حياته قبل كده، فانت جايب مدرب تجرب فينا ولا نجرب فيه؟ فانا شايف الاختيارات بتبقى سيئه جدا. انا شايف الكابتن حسام حسن هيفيد منتخب مصر. من زمان كابتن ابو العلا ما شفناش مدرب الشعب او اغلبيه الجمهور يتلم حواليه. انا عن 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 وجهه نظر شخصيه، انا مستني، يعني مستني كابتن حسام اول ماتش على الخط لمنتخب مصر والمدرجات مليانه وكلها بتشجع، محتاج اشوف الحماس بتاع لعيبه منتخب مصر. خلي بالك، يمكن اغلب الاوقات اللي كنا بنتكلم فيها عن منتخب مصر كانت الامور مش فنيه بس، الامور كانت معنويه. انت عارف ان الروح في الملعب بتفرق كتير. في جانب خططي وفي جانب مهاري وفي تنظيمي وفي حاجات كتيره جدا، لكن في نفس الوقت انا محتاج بقى اشوف الجرينتا بتاعت منتخب مصر، القلب والروح. محتاجين نشوف دم جديد في منتخب مصر مع الخبرات اللي موجوده، فاعتقد ان هو اختيار موفق.